هاي غورما، اليوم شو بريزونتو لو ريستورون الحوزي اللي جاي في فندق بلادي و... اللي هو واحد من افخم المطاعم اللي رحنا لهم هنا في وهران في مارافال 3ام بيريف. انا كما راكم تشوفوا سان ريستورون جاي كبير بزاف ومشروح، لا ديكوراسيون اللي فيها لمسه جزائريه ومعمر لي ديتاي، حتى لو بيرسونيل واللي يخدموا تما الله يبارك كانوا بروفيسيونيل. لو منيو على كارت كيما كاين ان منيو سبيسيال كل يوم شايديروا اللي يدير 3000 ل 3500 دينار. نبداو بالحريرات المسانيه والبوراك ولي زيبيس جايبينهم المسان. دينا ثاني ان جو بريسي اللي كان بنين. في لي سالاد دينا اون سالاد سيزار، سالاد بولب و سالاد فاريي. هي لا سالاد بولب و لا سيزونمون تاعها كان بنين، و لا سالاد سيزار كانت وحده من افضل لي سالاد سيزار اللي كليتهم هنا في وهران و دير 90000. نروحو ماتنو لي بلا و لو دريساج تاعها كان يشهي و مام لو بلا جاي كبير. فيهم دينا دوراد، كوردون بلو و طاجين الحلو. نبداو بلو بلا تاع الحوت اللي هو دوراد واللي كان طايب و فوغ مع البصل بطريقه فريمون شابه و كان بنين، وهذا المحمر دانيو على طريقة المسانيه و اللي يدير 220000. لو كوردون بلو كان بنين سيغتو لا صوص اللي دايرينها فيه. في التالي ختامها بهاد لي ديسير اللي كانوا فريمون بنان. عندهم فرع في تلمسان ريستورون بارادايس.